اهلا بكم مشاهدينا بحلقه جديده من هنا بيروت. بعد كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل البارحه في مؤتمر صحفي عقده متحدثا عن عدم الزامه، متمنيا عدم اجباره بان يفعل ما لا يريد ان يفعله، وملمحا الى مساله أن الفراغ لا يعبي الفراغ في الاشكاليه المستمره حول صلاحيات رئيس الجمهوريه وامكانيه انتقالها الى مجلس الوزراء مجتمعا، خصوصا وأنها حكومة مستقيلة وغير شرعية كما يقول الوزير باسيل. ما هي الخطوات التي يمكن أن يتخذها التيار الوطني الحر في حال دخل لبنان في فراغ رئاسي؟ هل سيدخل لبنان فراغ رئاسي؟ من هي الأسماء الأكثر متداولة في السباق الرئاسي؟ كل هذه المواضيع بالإضافة طبعا إلى مواضيع أخرى بالترسيم بالكهرباء والغاز مع ضيفي. أهلا وسهلا فيك مدير مركز الاستشراف للمعلومات عباس ظاهر. أهلا وسهلا فيك. شكرا. أبدأ من كلام الوزير باسيل امبارح، وضع كأنه خريطة طريق إذا بدك الصمن لعدة عناوين، أبرز ما في هذه العناوين غير الرد على سمير جعجع وعلى الرئيس نبيه بري، ولكن بالسياسة اليوم أنه الفراغ ما بيعبي فراغ، مكررا موقفه من مسألة حكومة تصريف الأعمال وعدم إمكانيتها حل محل أو أنه تتولى صلاحية الرئاسة. ما هي الخطوات التي يمكن أن ننتظرها من فريق الجمهورية بعد انتهاء الولاية؟ صراحة البلد موجود بعده بالأزمة، كمل بالأزمة. كلام النائب جبران باسيل أمس يحمل وجهين. الوجه الأول هو أنه يرفع السقف لاستمرار التفاوض مع خصومه السياسيين اللي عم يمنعوه يشكل حكومة يكون الرقم الأول والأساسي فيها واللعب الأساسي فيها، بانتظار تسوية ما تحمل هذه التسوية نائب جبران باسيل بعد فترة إلى رئاسة الجمهورية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني مثل اليوم أنه خلينا نقول بالمعنى هيك البسيط خسران كل شيء بالسياسي، فبما أنه خسران كل شيء فلتكن علي وعلى خصومي بالسياسي. بالخطوتين ما كان موفق النائب جبران باسيل، لأنه البلد بحاجة إلى تسوية سياسية بهذا الوقت. هو عم بيصار على وحده بهذا العنوان، أعطيني اليوم فريق سياسي ماشي معه، حتى حزب الله اللي هو حليفه الأساسي ما مغطي بموضوع الحكومة مثل ما هو بده. حزب الله يدعو إلى تشكيل حكومة مثل الوزير باسيل، وبنفس الوقت رئيس الحكومة نجيب مئاتي بده تشكيل حكومة، رئيس مجلس النواب بده تشكيل حكومة، الأحزاب اللبنانية المشاركة غير القوات بدها تشكيل حكومة. بالسياسة في كلام عن أنه في شبه اتفاق بين الرئيس بري و مئات الرئيس مئاتي وأيضا القوات اللبنانية على عدم إنجاز هذه الحكومة وترك حكومة تصريف الأعمال، أولا لعدم أعطاء جبران باسيل أي إنجاز قبل نهاية العهد، وعدم تركه أنه هو يحصل على ضمانة إذا بدك لما بعد انتهاء ولاية. هذا الاتهام السياسي اللي عم تحكيه موجود صحيح كاتهام حسب معلوماتي، والبعض منها موجود قدام الرأي العام، أنه الرئيس نجيب مئاتي لما طلع سابقا بالتشكيلة الحكومية ناقشوا فيها رئيس الجمهورية بالأسماء ووضع جنبه رئيس الجمهورية، وعلى أساس أنه ماشي الحال، وكان في اعتراض على رح نرجع نعيد شوي الصورة الماضية على وليد فياض وزير الطاقة أنه رئيس الجمهورية ما مستعد يضحي عنه، فقال له رئيس الحكومة نجيب مئاتي لا مشكلة بوليد فياض يبقى وليد فياض، لأنه وقت رئيس الجمهورية صار بده يقايد بينه وبين وزير الداخلية، فمشي رئيس الحكومة بوليد فياض يبقى وبغيره الباقيين وزيرين. بعد 24 أو 48 ساعة تغيرت الصورة، وهون صار في كلام أنه النائب جبران باسيل هو الذي أثر بالضغط على رئيس الجمهورية أو الإقناع خليني أقول وغير له موقفه، وبالتالي رجعت تعطلت الأمور. انطرحت حكومة بعدين باللقاءات الأخرى، حكومة السياسية اللي بده يا رئيس الجمهورية بزيادة 6 وزراء. قال رئيس الحكومة وقتها مين بده يسمي هودي؟ إذا كان رئيس الجمهورية بده يسمي 2 الأربعة الباقيين مين؟ طيب 2 الباقيين مين؟ هون صار اللعبة على موضوع من يملك القرار بهذه الحكومة الجديدة. الاتهام السياسي الموجود خلف الكواليس وأمام الكواليس على الطاولة وتحت الطاولة أنه النائب جبران باسيل هو بده يسمي تتكون هذه الحكومة لما تستلم بالفراغ الرئاسي البلد يكون هو خلينا نقول الكينج فيها عبر وزراء أو بوجوده هو، لأنه الحكومة السياسية و6 وزراء سياسيين بتعني أنه هو بده يشارك، إذا مش هو ظله طيفه البدك يسميه بهذا الإطار. هذه لعبة سياسية محنكة
وذكية ولكنها ما عم تقطع عند الآخرين، ما عم تقطع عند رئيس الحكومة ولا عند كل القوى السياسية. هل مثلا حزب الله حليفه السياسي للنائب جبران باسيل عم بيغطيه بهذه الخطوة؟ أنا بقول لك لا، حزب الله بده حسب معلوماتي بده حكومة، بس منه مستعد اليوم، هذه تحليلي، يغطي النائب جبران باسيل أنه هو يكون يمسك هذه الحكومة ويكون الصانع الملوك فيها ويدير الفراغ الرئاسي، ولا حتى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حتى لو راح، هنا عبعطيك كلام دقيق، حتى لو راح أنه يستقيل ويقعد على جنب، ما راح يروح يشكل حكومة يكون فيها جبران باسيل هو الذي يدير الحكومة. هيدا كلام واضح. يعني إذا كان نائب جبران باسيل بده يعمل هو الحكومة، هو الرقم الصعب فيها بالمرحلة الفراغ، الآخرين كل الآخرين ما رح يقبلوا معه. لأجل هيك موضوع الفراغ الرئاسي، أنا قلت لك الوجه الأول لكلام النائب جبران باسيل رفع السقف لحتى يرجع يفاوض، وهون بفتح هلالين بقول لك عن كلام، يعني عن معلومات موثوق بها. نعم. إنه موضوع التأليف لهلأ منه معدوم. انتبه الكلام شو دقيق. لهيدي اللحظه منه تأليف الحكومي منه صفر، منه معدوم، في امكانيه لتأليف الحكومه باخر ربع ساعه، يمكن باخر ربع ساعه هذه الحكومه الموجوده هلا يرجع يصدروا لمراسيم يمكن يجددوا الثقه، بيكون يمكن النائب جبران باسيل ايقن انه ما في طريق، وبالتالي هذه الحكومه تصريف الاعمال لو اليوم قال انه هي ما بتمشي، علما انه هي منا مقاله لا بسبب ولا بخلاف ولا تجاوز دستور، في عندك 5 إلى 6 مشرعين ومعظمهم مسيحيين، وهم بدي استعمل هذه اللغة للأسف، بيقولوا أنه هذه الحكومة تصريف الأعمال بدها تدير، ما في بديل جوزيفين قدام الناس اليوم. بكرة ما في انتخابات رئاسة جمهورية، وصلنا ل 31 أكتوبر ما في انتخابات، ما في رئيس جمهورية، ما في، مين بيدير البلد؟ نرجع بالبلد لسنة 88، وهم بدي كرر هيدا الحكي، ل 88 بيرجعوا المسيحيين بيكرروا 88 يوصلوا للطائف ويخسروا من صلاحياتهم بالدولة بالقرار. امبارح أكد الوزير باسيل ردا على سؤال بأنه هن كمان مش مصدقين إمتى يظهر العماد عون، وبالتالي الرئيس عون، وبالتالي قطع إذا بدك الكلام عن أنه رغبته ببقاء الرئيس عون. صحيح، نافيا صحيح، صادق بهذا الكلام، لأنه الرئيس عون ما بده، ورئيس عون يعني هو كان دقيق قدام المقربين والبعاد، الزوار المحليين والدوليين، قدام الكل أنه ما رح يبقى لحظة بالقصر الجمهوري بعد انتهاء. ما هي الخيارات لك؟ حتى قال أكثر من هيك، وأنا هون بدأ أنه عن بعض الزوار اللي قالوا عن رئيس الجمهورية. نعم. أنه سأجلس إلى جانب جبران باسيل في الرابية لقيادة الفريق، لمساهمة مع جبران باسيل جنبه بقيادة جبران باسيل للفريق السياسي. وحتى قيل أكثر من هيك، اللي نقلوا أنا ما سمعت منه، اللي نقلوا عن زواره المقربين منه اللي بيزوروا دايما، أنه بدي أعمل معارضة سياسية ورح يكون حد جبران ورايح للآخر بهذا الموضوع. يعني رئيس الجمهورية ما رح يبقى. هلأ كلام مبارح اللي بتسمعيه من نائب جبران باسيل بالدستور وإعادة الحديث عن هذا الموضوع، طب أعطيني البديل شو؟ أنت اليوم بهذا الكلام السياسي أخذ البلد على أزمة، إذا ما بحثت عن التسوية. نحن عم نحكي هون خلينا نقول بتحليل موضوعي، عم تحكي عن الملف الرئاسي والحكومة، والحكومة مش عن الدستور، لأنه هو كمان حكي عن موضوع أنه المهلة الدستورية، انتخاب رئيس جمهورية مباشرة من الشعب لمركز الدولة المدنية، يعني الدولة المدنية ومجلس الشيوخ، مين معطلة؟ لمين معطلة؟ مجلس الشيوخ والدولة المدنية. هيدي أهم شعارات بيرفعها النائب جبران باسيل لدولة إنقاذية خلينا نقول للبلد. صحيح، ليش ما بيروحوا مباشرة؟ العهد بقي 6 سنوات، لماذا لم يطرح الإصرار على مجلس الشيوخ والدولة المدنية والزواج المدني والبدكية؟ ليه؟ مين منع العهد؟ 6 سنين. الناس ستسأل، مش أنا، الناس، أنا بدي أحط حالنا محل الناس، من منع اليوم السلطة السياسية بمن فيها؟ مش رح أقول بس التيار، التيار مرقت بكتير مشاكل، يعني من داعش، مين كان مانع؟ يعني بقصد أنه مرق لبنان بخضات كبيرة، نحن صلنا على القليل أشهر اليوم. مين اللي موقف اليوم هيدي الطروحات؟ تطرح بمجلس النيابة وتقر، بس هو صار له فترة عم يطرح للمركزية الإدارية الموسعة، مش من اليوم، بالإعلام، دولة المدنية بالإعلام، مجلس الشيوخ بالإعلام. لا، على كل حال هيدا جدل، أنا بدي أقول كلام حق. نعم. لقاله، وهيدا كلام يبني دولة اللي قاله، بس أنا بدي أسأل عن التنفيذ، من منع؟ فليطلعوا يقولوا لنا مين منع هيدا العناوين الأساسية اللي هي إنقاذية للبلد. إذا ما صار في دولة المدن، مين يقوله؟ دار الفتوى، البطريركية، فريق سياسي ما، حلفائه، خصومه، توجيهات خارجية. عم بتقول إنه إمكانية تشكيل حكومة بعدها قائمة، يمكن صحيح بآخر ربع ساعة إنه يرجعوا، ولكن
وافقوا على هذه الحكومة هي ذات مع التبديل. ليس بشروط النائب جبران بسيط، هذا ما بعرفه أنا من جو رئيس الحكومة. خليني أقول أنه رئيس الحكومة ما نقل لي لن يتنازل عن هذا الموضوع أمام النائب جبران باسيل ولا بيشي. هو الحكومة موجودة يعني وإلا إذا يعني الحكومة ما بدهم بيقعد على جنب. أوكي، بس في حال ما تشكلت حكومة بآخر ربع ساعة وصار في فرق تصريف الأعمال، شو بده يعمل الرئيس؟ حكومة تصريف الأعمال ماشي. إذا استقالوا أو اعتكفوا مجموعة من الوزراء المسيحيين في حكومته، شو بده يعمل؟ هلأ هون هذا الطرح بدنا نرجع للمحكمين، خلينا نقول، أو خلينا نقول الاستشاريين الدستوريين. في اليوم دراسات طالعة من خبراء بالدستور بيقولوا الحكومة بتكفي، بس بتكفي. أنا عم بحكي بالميثاق اليوم بيكون راح البلد. الفريق المسيحي يقول بأنه شفنا شو صرنا لما انسحب الفريق الشيعي من الحكومة الرئيس فؤاد السنيور. اليوم إذا عم بيقولوا نحن ما منسلم فراغ على فراغ ونحن هذه الحكومة لا نعترف بها، مثل ما قال مبارح، وواحدة من الإجراءات اللي عم يجري الحديث عنها بالكواليس اعتكاف الوزراء المسيحيين بحيث بتصير هذه الحكومة فاقدة لما يسمى الميثاقية، شو بيعمل رئيس؟ هون بهذه الحالة بيكونوا أخذوا البلد على أزمة جوهرية بتقودنا هون اللي أنا قلت عنه لمرحلة 88. 88 يلي وقتها ما صار فيه، صار في خلافات وجهات نظر، بتعرفي الحكومتين ورئاسة الجمهورية ما فيه، وقيادة الجيش استلمت أنذاك بفعل قرار وقت الرئيس أمين الجمال. خليني أقول أنا 88 هي بدها تاخد، أخذت للطائف بعد سنتين ثلاثة ترجمت. هل اليوم نحن على استعداد في البلد نروح على مؤتمر تأسيسي، مؤتمر إصلاح، مؤتمر نظام يخسر فيه المسيحيون ما بقي لهم من صلاحيات خصوصا برئاسة الجمهورية؟ للأسف موازين القوى افترضي بعدين إذا صار في خلاف مع المكونات، وهذا ما نخشاه مع المكونات الأخرى، شو بيصير؟ ثانيا إذا صار في عدم انضباط بالشارع، جوزيفين خلينا ناخذ الامور ببساطه، نحن هلا عم نحلل هون، ما في عندنا، في عندنا خشي، ما في عندنا معلومات. اذا صار في اليوم تفلت بالشارع، اي شارع هو المتاذي اليوم؟ ما في مشكله بالشارع الشيعي للاسف، للاسف احكي بهذا المنطق، ما في مشكله بالشارع الشيعي، ما في مشكله بالشارع السني، ما في مشكله بين الشارع الشيعي والشارع السني، ما في مشكله بالشارع الدرزي. المشكله الحقيقيه رح تكون بالشارع المسيحي، الشارع المسيحي وخصوصا على خط القوات التيار، وهذا ما نخشاه كلبنانيين. ما في حدا له مصلحه، انتبهي بكل المكونات، لنكون دقيقين بكل المكونات، انه يكون في اي اصطدام او اي اشتباك او اي توتر بالشارع لا المسيحي ولا غير المسيحي. بس اليوم حقك تعبري عن خشي اذا وصلتي الى هل البلد اقتصاديا ومعيشيا. بس اليوم المسيحيين عم بيشوفوا يا استاذ عباس بانه عم تركب ترويكا بتشبه التسعينات اللي هي مؤلفه هذه المره من وليد جنبلاط الرئيس بري والرئيس ميقات. اوكي، وهن بيشوفوا انه في محاوله لاعاده عقارب الساعه الى ما قبل عوده المسيحيين الى النظام. لويت والعونيه مين بيتحمل المسؤوليه؟ انا خليني سلم جدلا واقول عم بيقول هيك او انت معك حق. مين بيتحمل المسؤوليه؟ وين حزب القوات اللبناني الذي يمثل الأكثرية المسيحية نيابيا وشعبيا حسب أرقام الانتخابات من هذا الاتهام؟ ليه حزب القوات نائب نفسه عن كل شيء وقاعد على جنب بحارب التيار من جهة وقاعد على جنب غير مسؤول من جهة تانية؟ هل القوى الإسلامية السياسية هي المسؤولة عن هذا الكلام ولا القوى السياسية المسيحية؟ على الأسف اليوم عم نحكي بهذا القوى السياسية المسيحية هي اليوم مسؤولة. فريق قاعد على جانب منحق نفسه وقاعد على جانب معتزل المشاركة بالقرار وبس بالمعارضة وبالمشاكسة وعنده مع أنه أكبر كتلة نيابية هو حزب القوات، وفريق تاني اللي هو التيار بده يحارب ويشاكس يقول أنا باسم المسيحيين وبده يحارب كل الناس، ما بده يعمل تسوية سياسية. طيب المسيحيون للأسف بكرة رح يكونوا أمام واقع أنه قواهم السياسية ما كانت على قد المسؤولية. أنا هون بدي أحكي لغة الناس، لغة الشارع المسيحي وغير المسيحي يا جوزيفين، وأنت بتعرفي اليوم أي حدا مناصر القوات عم يسأل طيب أنا ليه الحزب عندي، ليه دكتور جعجع بده يضل معارض؟ طيب انا انتخبته اول مره وثاني مره، راح عمل تسويه مع التيار الوطني الحر بما نجحت بمعرب بغض النظر عن مين المسؤول فيها. قعد نجوية. على جنب وبطل عنده ثقه بالكل وناطر الخارج، والخارج يمكن ما يجي على مزاجه. عنده نجوية. هو اول شيء حزب الله هو رئاسه الجمهوريه، يعني باي عهد حزب الله جديد، باي عهد جديد يا استاذ عباس؟ القوات بعد ما حسبت امر اذا بدها تفوت على الحكومه ولا لا بالعهد الجديد، يعني ما بعد رئيس الجمهوريه اليوم. انا اللي بعرفه انه حزب القوات قاعدين على جنب، لا بدهم يشاركوا بحكومه
ولا بده يشاركوا بمؤتمرات ولا بده يشاركوا بشيء خاصه بالسياسي. وبكره اذا صار في شيء سياسي هيدي العزله، خلينا هني عزلوا نفسهم، ما حدا عزلهم، هني عم يعزلوا حالهم تحت عنوان انه بدنا سلاح وما بدنا حزب الله. طيب هذا اليوم لنرجع لهذا الجدل نفتحه من اول وجديد، بتعملي تسويه سياسيه مع القوى الاخرى. وانا سبق وشبهت انه اليوم انت قاعده ببني ست طوابق، بني حزب القوات، التيار الوطني الحر، حركه امل، حزب الله، حزب الاشتراك، ست طوابق. طيب حزب القوات رافض يحكي مع الخمس طوابق، كيف بده يعيش بالبناية؟ كيف بده يشترك بإدارة لجنة البناية؟ طب أنت كل الخمس طوابق ما عم تحكي معهم، هن بيختلفوا مع بعضهم بس عم يحكي معهم. أنت حزب قوات قاعد لحالك بهذا الطابق وعم تنظر على الخمسة، ما بيحكي معهم، عم تنظر على الخمسة إنه أنا بدي أدير البناية وأنا وأنت أنت واحد من ستة. بس كيف ما بيحكي معهم؟ وين عم يحكي معهم؟ عم يحكي مع تيار وطني حر؟ لا تيار وطني حر أوكي. في بيحكي معه بيهتم. بيحكي معه بحدود ما، بس مش بحدود الخطوات. كيف؟ بيحكي معه إذا جمعتهم المشاكسة والمعارضة مثل القوى التغييرية ما بيقدروا يجتمعوا على بناء فكرة. نحن هون للأسف عم نعلي الدوز بالتحليل لأنه هذا الواقع اليوم. ما بيحكي معهم ببناء فكرة سياسية، بيحكي معهم بس بالمعارضة والمشاكسة. يعني نحن نجتمع على معارضة ميشيل عون، نحن نجتمع على معارضة تيار الوطن الحر. طب غير اجتماعكم على معارضة تيار الوطن الحر، تفضلوا اجتمعوا على بناء فكرة. ما في بناء فكرة، ما بيتفقوا الشباب لأنه كل واحد عنده أجندة. نائب وليد جنبلاط حزب الاشتراكي عنده أجندة مختلفة عن حزب القوات، وإلى حد وين ما بيتفقوا متوازيين. متوازيين بالموضوع الرئاسي. يعني خلينا شوي نفوت على على الملف الرئاسي. من بعد ما قلت حضرتك أنه اليوم الرئيس مئاتي متمسك بموقفه بموضوع الحكومة ويمكن نشهد على حكومة بآخر ربع ساعة، خلينا مش معدومة الأمور لهلأ. وبنفس الوقت إذا صار في ضغط وما في ما تصرفت أعماله، هي رح تصرف أعمال. إذا ما صرفت أعماله بقيت هاي الحكومة وأخذتنا على أزمة. أكثر شيء أنا توقعي إذا عاد رئيس مئاتي على جنب، مين بيقع على لا رح يصرف أعمال، هو رح يصرف أعمال أكيد. حتى لو واجب حتى لو الواجب الوطني حتى لو اعتكفوا المسيحيين رح يصرف أعمال. تصريف الأعمال ماشي. وأساسا في عنا اليوم قرارات بدها تصدر بالبلد إلى علاقة، وهلأ بنحكي بالاقتصاد، خلينا نبلش نحكي حتى ما يسبقنا الوقت، بالترسيم. أوكي يلا رح نحكي فيهم، بس خليني شوي بموضوع رئاسة الجمهورية. كنت عم تقول إنه القوات والاشتراكية ما بيتفقوا، خطين متوازيين. نعم. بالرئاسة كمان لا، هم بيتفقوا على معارضة بيتفقوا على معارضة التيار الوطني الحر. الشخصية اللي بده إياها أكيد الحزب التقدم الاشتراكي بالرئاسة تختلف عن طموحات، عن أهداف، عن مسار حزب القوات. لأجل هيك نحن نشوف لقاءات، ولكن ولا مرة كان في إنتاجي أعطيني إنتاج واحد اليوم غير معارضة العهد بين الحزب الاشتراكي وحزب القوات. يا ريت يصير في اتفاق كتل سياسية ما إلى بعد اليوم طوائفي وهيك، بس ما في. الحزب الاشتراكي اليوم تقريبا واقف بالوسط. يعني شفتي لقاء الحزب الاشتراكي مع حزب الله، لقاء حزب الاشتراكي مع حركة أمل دائما بين رئيس نبيه بري بس ما قال وليد جنبلاط هو اليوم ما بده رئيس من 8 أدار. إيه بده رئيس تسوية. رئيس تسوية. ما حدا قال من كل القوى السياسية حتى بما فيها قوى 8 أدار إنه ما بده رئيس تسوية. مين قال اليوم ما بده رئيس تسوية إلا الدكتور سمير جعجع قال بده رئيس مواجهة. وهون السؤال، رئيس المواجهة يقبل به الحزب التقدم الاشتراكي برأيك؟ ما سؤال ناس بتعرف أكيد لا، لأنه الحزب التقدم الاشتراكي عنده من العقلانية وليد بيك جملات ألا يقبل برئيس مواجهة لبلد اليوم ما بيمشي بالمواجهة. بس سمير جعجع بده رئيس مواجهة برأيك ولا عم بيعلي السقف؟ عم بيعلي السقف أساسا. ما في عنده قدرة لهلأ انه يقدر يجمع تكتل نيابي 65 وعم يلغي ترشيح سليمان فرنجي وجبران بيسير صحيح، ويفرض انه بيعلي سقف ليفرض مرشح تسوي اخر. نعم. بركي امير رحمي طرحوا له مرشح تسوي مثلا، امير رحمي وارد ما يكون مرشح تسوي. هلا مع بجد عم بحكي يعني اليوم امير رحمي بس نحن مش موقع نرشح، بس اليوم عم نحكي بالاسماء المطروحه. بالاسماء المطروحه كم هل لدى تيار الوطني الحر مشكله مع امير رحمي؟ لا، قريب منهم. هل لدى المكون السني مشكلة مع امير رحمي؟ امبارح كان عند رئيس الحكومة نهار الثاني. هل لدى المكون الشيعي مشكلة مع امير رحمي؟ بلا، التيار عنده مشكلة مع امير رحمي. ليه المشكلة؟ ليه؟ لأنه ما سمعته امبارح الوزير باسيل بيقول إنه بدنا شخصية يكون عندها حيثية مسيحية. هني بغطوا هني الحيثية، ما هو محسوب عليهم بالسياسة. امير رحمي عمين محسوب اليوم؟ على تكتل لبنان القوي بالجوهر. هو بيحكي دائما بخطاب ومرجعيته الرئيس عون وعلاقته مع النائب جبران باسيل، هي انا بشعر هيك بالاعلام انه هني مرجعيته وهني بدهم يكونوا تكتل الرئيس. خلينا نقول انا عم بحكي هلا ما بالتحليل، فريد البستاني طيب مثلا بتكتل لبنان القوي كمان اليوم رئيس من
حليف للتكتل كمان شخصية منا مستفزة قد ما بدك. بعطيك أسماء اليوم، أنا ما بدي أحكي بأسماء، أنا سبق وقلت زياد بارود، شيخ وليد خازن، كل الأسماء. البستاني عم ينطرح مش فريد. مين بده يغطي مسيحيا للوزير البستاني؟ القوات؟ لا أكيد لا، ما في. والتيار الوطني الحر ما كانت علاقتهم مستسغة بالانتخابات النيابية، وبعتقد أنه فرض عليهم فرض باللائحة، وهو كان خصم أساسي لفريد البستاني. صحيح. دكتور اللي فريد اللي هو بالتكتل. لأجل هيك أنا غير كل الكلام السياسي أنه الوزير ناجي البستاني أنه نجح بخطوة التفاوض اللي صارت بجنوب مع الأبونة أو مع المطران، وهيدي منا كافية. بدك تكوني واقعية اليوم، بدك تشوفي موازين القوى بمجلس النواب، وهون بنفتح ليلين. هل حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون انعدمت بالرئاسة؟ كمان أبدا لا. كمان ما فيك تسكري هيدي الحظوظ اللي بدك تشوفي من هون ل 31 أكتوبر. إذا قدر الجيش وبعدها يضل يدير البلد أمنيا بتوازن، ترتفع الحظوظ في مكان ما داخليا وخارجيا، دون أن يعني ذلك، لأنه في تعديلات دستورية، دون أن يعني ذلك أنه لهلأ بعد سليمان فرنجية هو المتقدم بالطروحات بمخص رئاسة الجمهورية. ما بيعني هذا التقدم إذا ما يعني ما صار شيء عملاني، شيء عملاني على الأرض جوزيفين للأسف بعد ما صار. ما في بس اتفاق. اليوم شو بنعمل بالتعديل الدستوري؟ لأنه مجلس النواب غير مستعد لتعديل دستوري بمخص قائد الجيش. إذا كانت التسوية السياسية تقتضي ذلك، مجلس النواب سيد نفسه وبيقدر يأخذ القرار بعدين مثل ما صار بتجارب سابقة. ما رح نقول بدأ محط الدوحة، وما رح نقول مثل ما صار مع العماد ميشيل سليمان، ولكن قادر مجلس النواب سيد نفسه ياخذ القرار المناسب وخاضع للكتل النيابيه. انتبهي، مش لكتله وحده ولا رئاسه المجلس، للكتل النيابيه. الرئيس بري مره حكي موقفه بصور اكثر من هيك، ما عاد عنده شيء بعتقد تماما. بس المواصفات اللي وضعها كانه عم يوضعها على سليمان فرنجي. الاساس يجمع ولا يفرق، بعتقد هي مصلحه اللبنانيين اليوم. برئيس تسويه، يجمع يعني تسويه. لاجل هيك انا كنت قلت لك سليمان فرنجي اليوم يحاول ان يجمع، وعم بيحاول يلعب هذا الدور. مشكلته اليوم بدنا نكون واقعيين بالتيارين المسيحيين الأساسيين، حزب القوات والتيار الوطني الحر. ونخشى هون كمان ب 88 أنه لما جمعت المصيبة وقتها ودفع المسيحيين الثمن، أنه اليوم كمان تجمعوا المصيبة أنه منع وصول سليمان فرنجية، ويصير في مشكل بالبلد، ياخذ المسيحيين على تعديلات دستورية يدفعوا ثمنها، وخصوصا الموارنة. هيدا نحن من باب الخشي والتجربة الماضية. يعني عم تقول أنه اليوم المرشح على الرئاسة سيكون اسم تسوي بين كل القوى السياسية، حتى سليمان فرنجي اليوم إذا ما كان في تغطية مسيحية وزنة. يعني التيار الوطني الحر ما عمل تسوي عبر حلفاء، ويمكن عبر حزب الله بكرة يقنعوا، بكرة يمكن يكون النائب جبران باسيل عم يرفع السقف. نعم. لحتى ياخد بالتسوية في مرحلة جديدة من العهد، أنه يقدر. إذا قدر بعتقد هون بيقدر حزب الله يلعب هذا الدور، لأنه حليف اثنين، حليف سليمان فرنجي وحليف جبران باسيل. بس أنه مفتوح الأمور كمان، مفتوح الأمور، بس ما في شيء مسكر. انتخابات رئاسية ولا خلص؟ لهلأ كل يوم بعد ما نقطع كلنا عم يعني مثل كأنه صرنا كلنا مسلمين أنه ما في رئيس. صح، للأسف كل ما نقطع يوم بعد يوم بعد بداية المهلة الدستورية صار الشعب اللبناني مسلم. رح يعمل رئيس بري ما رح يدعي. هلا بعدين بده يدعي آخر شيء في مهلة الدستورية، بده يدعي. بس إنه أفضل، حضرتك قلتي جملة كتير مهمة، إنه صرنا كلنا مسلمين، يعني الشعب اللبناني حتى ما ينزل أكثر بهذا الموضوع، يتأثر وضع البلد أكثر. فالأفضل إنه يكون في جو مقاتل انتخاب الرئيس. نواب السنة شو بدهم يعملوا؟ نواب السنة اجتماعهم اليوم بدار الفتوى هو لتأكيد وجودهم. للأسف اليوم الساحة السنية طبعا ما فيها إلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو اللي عم بيديرها. نعم. بغياب القوى السياسية التقليدية، خصوصا الرئيس الحريري. دار الفتوى بعتقد على يعني توافق، خلينا نقول، مع رئاسة الحكومة ورئيس الحكومة والنافذين بالساحة السنية عم يقدروا يعبوا الفراغ الموجود. يعبوا الفراغ الموجود. هني رايحين يقولوا ان احنا هون موجودين، اذا صار في اي مؤتمر وطني بعدين بيقدروا يسموا من عندهم نائبين ثلاثه يقدروا يشاركوا، لانه كل الحسابات بدك تفتحيها على الدفتر. دار الفتوى شافت جو طائفي موجود بالبلد، وخصوصا وانا بقول على كلام رئيس رابطه المارونيه بعد بعبده، وهذا الموضوع وطلع كلام عن دار الفتوى، كانه في شد احزمه سنيه مارونيه ب على ضفاف جلسة انتخاب رئاسة الجمهورية. وهيدي الشد الأحزمة للأسف إذا رحنا على مؤتمرات الوطنية أو اللي العلاقة بالنظام، أنه كل فريق يكون عامل بيئة متينة، ما يروح بفرق متلاشية. لأجل هيك موضوع الصلاحيات، موضوع النظام، موضوع الدور،
مرحلة نحن فيها مرحلة انتظار وترقب جوزيفين، ما في شيء هون للبنانيين، ما في شيء بيبشر بالخير بس اليوم سياسيا. ايه هلأ منحكي أكتر إذا أنه هلأ ما في شيء بيبشر بالخير، بس في تسوية جاي على لبنان. متى؟ أنا عم بسألك تسوية سياسية. هل السعوديين بدهم يفوتوا مثلا على الخط من خلال عم تقول في اجتماع بدار الفتوى السنة عم يرجعوا يلملموا إذا بدك صفوفهم؟ في كلام عن دور قطري في لبنان اقتصادي صحيح. ومادي صحيح. في كلام عن دور مصري اليوم في لبنان أيضا على صعيد الغاز من بعد انتهاء ولاية ميشيل عون، وعن دور مصري سياسي صح. برعاية أيضا خليجية. لبنان في هلا اليوم الفيول الايراني صح. لبنان كل لبنان يدفع اليوم ثمن في مكان ما، ثمن غياب العامل العربي. نحن العرب، وانا عم بعطيك معلومات، للسعوديه للامارات للكويت عم يتدخلوا، هني كدول خليجيه وازنه ماليا يعني كانوا يساعدوا لبنان، عم يتدخلوا لا من قريب ولا من بعيد بمواضيع اللبنانيه، عم بيديروا هيك شؤون القنصليه البسيطه. اما موضوع القطري، القطري فعلا اليوم عم بيساعد ماليا الجيش اللبناني، وكلنا بنعرف موضوع ال100 دولار بالشهريا، وبموضوع ترسيم الحدود بالتنقيب بالاستثمار في دور قطري مرتقب. وبعتقد انه في قوى سياسيه مهدت له، منه النائب جبران باسيل قبل الانتخابات بزيارته على قطر، وفي عندنا مدفوعات ماليه رح تكون على لبنان يمكن يشتروا حصه لبنان فيها بقصه المدفوعات للصناديق الدوليه بموضوع الغاز. القطري عنده استعداد ليدخل لانه عنده استثمارات بالمنطقه ان كان باتجاه قبرص او باتجاه الإسرائيلي بمرحلة ما، فالقطري بده يلعب، طامح يلعب هيدا الدور اللي له علاقة بالغاز والتنقيب بموضوع لبنان. هيدا الطموح مبين بطموحه بالسياسي، عم يشتغل ولكن بحذر بالموضوع اللبناني. أكيد هو دعم قوى سياسية بمرحلة الانتخابات، بس هذا العامل القطري. العامل الأردني والمصري هن عندهم استعداد، وهون بدي فصل المصري والأردني والعراقي، بس عم بحكي هلا غير دول الخليجية. المصري عنده اهتمام بلبنان رغم انشغالاته بالساحة الفلسطينية خصوصا غزة، وانشغالاته بالداخل اقتصاديا وسياسيا. عنده رغبة المصري يمنع التفلت وخصوصا الأمني بالساحة اللبنانية. الأردني نفس الشيء عنده قلق، وحتى الملك الأردني عبر أمام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بزيارته حسب معلوماتي آخر فترة عن قلقه إذا صار في شيء بلبنان، بيعتبر كل الساحة العربية تتأثر، فممنوع يصير شيء بلبنان إلى هذا الموضوع، مطلوب تسوية سياسية. الملك الأردني أريها صح بالموضوع الجيوسياسي، فبالتالي بهمه لبنان وسوريا. بتجي موضوع العراق، العراق هلأ لولا أزمتهم بتعرفي عم بيساعدونا موضوع الفيول وماشي، وعندهم استعداد كان في تعاون أمني وتعاون سياسي، والعراق كان عم يلعب دور إيجابي، بس الأزمة اليوم السياسية بالساحة العراقية بتخلي العراقيين ينشغلوا عن أنفسهم. لأجل هيك قلت أنا فراغ عربي. المصري حدوده إلى حد ما، القطري رايح بتوجه، الأردني منه قادر يعمل شيء رغم نيته صحيحة، الخليجي قاعد على جنب، السعودي الإماراتي الكويتي وناطرين لحظة ما لحتى يتدخلوا. ما هي اللحظة؟ في أكثر من اليوم رئاسي. هذا السؤال يسأل نفسه، هل تنتظر السعودية نهاية عهد الرئيس ميشيل عون للعودة إلى التدخل إيجابا في لبنان؟ أظن نعم، ولكن مربوطة بمسار المنطقة الإقليمي، مربوطة بالملف النووي، مربوطة بالساحة السورية. لأجل هيك بدنا ننطر دور سعودي في المرحلة المقبلة، لأنه ما بيقدروا السعوديين كتير يتنحوا جانبا ويتركوا لبنان لا لفريق خليجي تاني بظل التنافس الحاصل، مش بس قطري سعودي، في تنافس حاصل بين دول الخليج بدنا نعترف صراحة، وحتى بالساحات المنطقة من الساحة اللبنانية والساحة السوري لاحقا. ما بيقدر اليوم السعودي ولا بيقدر الإماراتي ولا بيقدر الكويتي يتركوا الساحة اللبنانية لأنه ما تركوها سابقا، ولأجل هيك أي دور إيجابي سعودي رح ينعكس اقتصاديا على البلد بشكل صحيح ومطلوب لبنانيا. وهلأ إذا بتلاحظي ما حدا ضد السعودي، ما حدا ضد الدور، يعني لما يطلع رئيس الحكومة ويعمل إشادة بالسعودية مين عم ينتقده؟ ما حدا، ولا حتى حزب الله، ولا حتى اليوم في تفاوض إيراني سعودي. نعم،
مبشر بالإيجابية. نحن شو مصلحتنا اللبنانيين اليوم نعمل نفور مع الإيراني ومع السعودي؟ طيب. ما قلنا مصلحة. نحن إذا كانوا هني الفريقين الأساسيين المتخاصمين في الإقليم رايحين على توافق، ليه نحن بدنا نكون ملكين أكثر من الملك؟ نحن بحاجة إلى وفاق مع الإيرانية. نعم. وهلأ الإيراني بيساعدونا هون بقلك بالفيول، وبحاجة على اللي وفاق مع السعودي. رح يبعثوا الإيرانيين فيول؟ يعني شو ما الذي تغير لحتى اليوم موقف الحكومة اللبنانية يتغير؟ يعني كيف تجرى الرئيس ميقات اليوم قرروا أنه يبعثوا وفد على إيران؟ أولاً أتى السفير الإيراني زيارة عند رئيس الحكومة. طيب. قال له أنه نحن راغبين بالمساعدة لبنان. قال له رئيس الحكومة نحن لا مانع لدينا من طرفكم باتجاهنا، يعني ما يكون في تعاون، يعني هبة غير مشروطة. نعم. ليه غير مشروطة؟ لأنه لما بتفوتي بخطين أخذ وعطى وتبادل بيأثر على لبنان سلبا من ناحية العقوبات. بما أنه العقوبات بعدها موجودة على الإيرانية، إذا هني أعطونا من دون أي شروط ومن دون أي تبادل فما في مشكلة مع لبنان. فقال له رئيس الحكومة، هل ممكن أنه يحصل هذا الموضوع من دون ضوء أخضر أمريكي حتى نكون واقعيين؟ طب يعني لا بدهم يخلوك. لا أنا عم بسألك تعيشي بالواقعية السياسية اللي نحن بنعرفها. في كلام عن أنه مثلا أنه مصر والأردن ليش ما أجا الغاز؟ لأنه ضغط على الترسيم. اليوم انه الفيول الايراني معقول يوصل لبنان بكل هذه السهوله والبساطه، يعني من دون انه ضوء اخضر امريكي؟ لهلا ما في كانت مشاكسه امريكيه بهذا الموضوع. رئيس الحكومه قال له للسفير الايراني لا مانع لدينا ولكن نحن عندنا مواصفات. فرجع السفير الايراني قال له بدنا المواصفات شو هي، اعطى المواصفات وقرروا يكلفوا شخصين من وزاره الطاقه مهندسين، وبعتقد رورف غالي رح تكون معهم، وبيزوروا ايران بالمرحله المقبله وبيشوفوا هالمواصفات اذا مطابقه، وسياتي الدعم الايراني عبر هذا الموضوع وهو جدي جدا وما حدا عنده مشكل. اليوم عنده ازمه على الناس بالكهرباء جوزيفين، يعني اذا اي فريق سياسي بده يطلع يقول ليه من هيدا، طب اعطيني كهرباء. طلع مره نائب سابق شهم اسمه سيزار معلوف، طلع على التلفزيون قال أهلا وسهلا بالمازوت الإيراني، قامت القيامة وخليني اسمح لنفسي أقول وهاجموه أو طرد بدك يسميه ما بعرف من تكتل الجمهورية القوية. بعد فترة 5-6 أشهر سنة هن ذاتهم يلي قالوا له ليه أنت رحبت بالمازوت الإيراني هلأ عم بيرحبوا بالخطوة الإيرانية كرمال كهرباء لبنان، منهم الدكتور سمير جعجع. يعني طلع سيزار معلوف معه حق من وقته وهجموه وشيطنوه. وين رحب دكتور جعجع بالمهبة الإيرانية؟ آخر فترة ما قال نحن منرحب بهالخطوة وما بعرف شو بنا نلحق الكذاب عبيب الدرشي من هيدا المعنى. قال كموقف لا قال يعني بيتحمل هيدا فريق سياسي. قال وهو بيعرف أنه كل الشارع ومناصري القوات قبل غيرهم هن عندهم مشكله بالكهرباء وعندهم مشكله بالمازوت. نحن عندنا مشكله هلا بالمازوت يا جوزيفين. المناطق نحن انا قبل البقاع المناطق بالداخل بالجبل ما عندها قدره الناس تشتري مازوت، وهلا عم يرتفع ورح يصير في يعني انقطاع شوي، خلينا نقول ما في قدره لمد السوق اللبنانيه هلا بالمازوت بمرحله الشتاء. نعم. الناس بتشبع مواقف تدفع على المواقف السياسيه للدكتور جعجع او لفريق سياسي ما، ولا بدها مزبوط. منين ما اجى المزبوط؟ هذا اللي قصدي اقوله كنت عن سيزار معلوف لما قال سواء اجانا من امريكا من العرب فلياتي من مما ياتي، مهم الناس بدها، هيدي حاجه الشعب اللبناني. قصدي كان اقول هون بهذا الاطار الشيطان اللي انعملت من حزب القوات انا ذاك اجت بعد اشهر لتاكد انه موقفه كان صح. بمعنى اليوم ما حدا بيقدر يشاكس اي خطوه دعم ولو كانت، انتبهي، غير بس فقط من العدو الاسرائيلي، كانت من الامريكان، كانت من الاوروبي، كانت من أي دولة عربية. أوكي. ستكون يجب أن يكون مرحب بها بلبنان. أوكي. يجب. طيب قد ايه هذا الشيء بأثر على الكهرباء؟ يعني هذه بحسب معلوماتك اليوم أنه من بعد ما الرئيس ميقاتي قال لهم أنه نبعث وفد على إيران، قد ايه رح يأثر هذا الموضوع على الكهرباء؟ الدعم يعني على الناس إذا حطينا الدعم، أنا بعطيك هم معلومات مش تحليل، إذا حطينا الدعم بده يأتي من الدعم مع الخطة. إذا حطينا الدعم الإيراني لأنه مع الخطة لأنه هلأ مصر لبنان بده يشيل كل أشكال الدعم. صحيح. صح؟ عم بحكي الدعم الإيراني. وهلأ أنا وضعت خطة بجو وزارة الطاقة ورئاسة الحكومة أنه في عندنا 15 ساعة كهرباء بالشتاء 11 ساعة كهرباء بالصيف، ولكن على أي على شرط
بس من رفع وين هول؟ رفع تكلفة الكهرباء. في عنا يمكن 140 مليون دولار على ما أظن بالشهر. كيف بده يتأمنوا؟ أول شهر رح يتأمنوا بطريقة ما أو قرض أو من مصر في لبنان، وبعدها بشهر بيكون قلعوا بالداخل ترفع التعرفة. هلأ بتقولي لي الشعب اللبناني مستعد يتحمل تكلفة؟ مش بس بدي أقلك هيك، بدي أقلك أول شيء، لحظة خليني أقلك أول شيء، رفع التعرفة فيه إشكالية كتير كبيرة عليها، لأنه قبل ما تجي رفع التعرفة يلي في كتير عم بيطالبوا فيها تجي الجباية، يعني قبل ما تروح ترفع التعرفة يلي أنا ويعني يلي عدد من الناس بيدفعوها. صحيح، هيدي مشكلة بكرة الكهرباء والقوى السياسية الجباية. طيب تأمين جباية على الأقل، ما في 100% جباية عال، بس تأمين نسبة عالية من الجباية. مليارين دولار السنة الماضية لحد هلأ، 2,750,000 دولار، أعطيك رقم دقيق. نعم. دفع اللبنانيين لأصحاب المولدات الكهربائية 2,750,000 دولار، يعني أنا وانت وجارك وقرابتك وخالك وعمك. قصدك انه هولي اذا تحولوا لفاتورة الكهرباء بتصير تجي كهرباء الدولة. انا اليوم لبدي ادفع 250 دولار مثلا، عمول 15 ساعة. ايه 15 ساعة بالشتاء. بالشتاء اذا انت اليوم عم تدفعي 200 دولار، 150 250، 300 دولار، بدك اياه لاشتراكات. اذا هولي نصهم 50% دفعتيهم للدولة واجت الكهرباء من الدولة، مش افضل لك؟ على القليل بتجي ترقيم صحيح ومنا ملعوب فيها مثل ما بتجي مع بعض. هي الخطة هلأ يلي عم يضعها الرئيس مئاتي، وبعتقد خلال وقت قريب ستطرح، خلال وقت قريب انه 15 ساعة كهرباء رح تكون بالشتاء، و11 حسب هاي الخطة 11 ساعة بالصيف لانه بصير في استهلاك اكتر، مقابل رفع التعرفة. هيدي التعرفة بتقلي لي ما بيضل في مولدات، بقول لك صح، بس بما انه في عدادات لاصحاب المولدات بخف عندي هون. هيدي من بعد الفيول الايراني يلي حيوصل مفروض بعتقد، ولا تزامنا ولا هلا معه. انا ما عرفت اذا بعد قد ايه الايرانيين بدهم يعطوا بعد من عملت دراسة جدية، بس هيدي بس هيدي التقريبية، بس هي بغض النظر عن الفيول الايراني، يعني بس بدي اعرف انا اذا يعني قديش عم بيساهم الفيول الايراني بتامين هذه الساعات. يمكن اذا اجى الفيول الايراني بكميه كبيره بيزيدها لاكثر من هيك، بيزيدها اكثر من هيك. هول 15 ساعه تقريبا الدراسه تنفيذيا، خلينا نقول موجوده على الطاوله. طب واذا ما اجى الفيول الايراني في هيك شيء ولا نحن لا؟ إيه، ما انت عم تدفعي حقها، انت عم تدفع حق المازوت، وبالتالي هول المليارين دولار بالسنه، 2,750,000 دولار، بدل ما يروح اليوم لاصحاب المولدات ومن هون بيروحوا هن ذاته، ما هو حق مازوت، بيروحوا للدوله. اوكي، لكن خلينا نتفق على انه الفيول الايراني هو سيخفف من فاتوره. نعم، اذا سلكت الامور بالمسار الصحيح. ايه، بس بغض النظر يعني اذا في فيول ايراني او ما في فيول ايراني، عم تقول انه على لدى رئيس الحكومه هلا توجه انه يعمل هذا الموضوع، وانه المصاري اللي بندفعهم للمولد نروح ندفعهم للدولة قد يمكن نصهم أو 60% منهم، يعني بدل ما تدفعي إن لنقول 100 دولار بالشهر لأصحاب المولدات، بتدفعي 60 دولار منهم للدولة، رح تطلع التعرفة بتوفريهم من هون بتوفري 40%. هيدا ما بيعني إنه المولدات رح تبقى 15 ساعة، عندك 9 ساعات أكيد المولدات، مش كل الناس بيضل بدها 9 ساعات المولدات، عندك عداد بتصيري على عداد، يعني ما في شيء بعد عم ياخد. هيدا موضوع هلا عم نحكي فيه عنوين ورا عنوين هلا، غير قصة الانترنت يلي مقطوع، يلي موظفين وغيره بعضهم. هلا نحن ما عم نقول انه في حلول سحرية، عم نقول في شيء مطروح على الطاولة. اذا كملت حكومة تصريف الاعمال اليوم بهيدي الهمة وقدرت بتقدم شيء، واذا بكره ما في حكومة تصريف اعمال وصار في مشاكسة وما بده هذا الفريق، لا نحن بنروح على أكثر بالهوية. أي همة يعني قصدي القوى السياسية. أوكي، بس قصدي لا خطة التعافي نضجت ولا أي شكل ولا أي قانون من القوانين المطروحة الإصلاحية انعمله هلأ في نهار الثلاثة. أنا يعني بعطيك كمان أي همة، رح أعطيك يعني معلومات. عنا أزمة كهرباء، عنا أزمة تليفونات، عنا أزمة إنترنت. صحيح. شو كمان؟ عنا أزمة دولار. عنا أزمة دولار. هلأ خليني نبلش موضوع الدولار. نحن رايحين للأسف على توحيد سعر صرف الدولار بلبنان، بس على أي أساس؟ على أساس السوق السوداء، يعني وهون كلام كتير واضح، بعد فترة ما في شيء اسمه صيرفة سعر أقل وسوق سوداء. نعم. عارف أكتر صيرفة رح تصير قد السوق السوداء.
مسافة، نحن على مسافة أيام. دولار جمركي ما في أيام من من إخراج هذا الطرح إلى العلن. أيام مين بده يطلع هذا؟ مصرف لبنان ولا الحكومة؟ مؤسسة أكيد الحكومة ومصرف لبنان بدهم يطرحوا توحيد سعر الصرف. توحيد سعر الصرف هذا بناء على الإصلاحات تبع صندوق النقد. دولار جمركي نسيه، خلص خلص ما عاد فيه. أوكي، يعني اللي جابوا سيارات واللي حط 10,000 سيارة تاجر و 5,000 سيارة جابهم بسعر فكروا يربح فيهم، بقول له انه اكلت الضرب. مش ظابطه. لان في ناس كانوا تجار على حساب الشعب اللبناني، جابوا سيارات على دولار جمركي رخيص، طيب يبيعوه بعد فتره دولار جمركي عالي، راح اقول له اكلت الضرب، ما في دولار جمركي، خلصت القصه. باعتقادي هون راح يكون في توحيد لسعر الصرف على اساس السعر السيء فيه، بس يمكن ما يضل نفس السعر المرتفع هالقد، بده يكون اخف شوي، لانه هلا السعر هذا مصطنع. نعم. وبس يصير في ضغوطات وعملية هيك مواكبة بيرجع بينزل شوي. أنا ما عم أقول إنه الدولار بده ينزل أمام الليرة، لا أبدا، حتى ما يفسر كلامي بهذا الإطار، لأنه ما في له حدود. يعني هلأ ب36 يمكن لقيه ب40، ودائما أنا بقول ما في حدا يقدر يضمن هيدا اللعبة، لأنه ما في ضوابط، وخصوصا بالسياسة اليوم جوزيفين ما في ضمانات. نعم. على أنه سعر صرف الليرة رح يرجع يستعيد عافيته، إلا إذا حصل الترسيم، وإلا إذا البنك الدولي تم الاتفاق نحن وياه. هون في عنا 4 بنود، وهون رح أعطيكي كمان معلومة، إنه ماشي حال مع صندوق النقد الدولي، مع صندوق النقد الدولي، ونهار التلاتة رح تطلع خطوة إعلان عن خطوة التلاتة المقبل عن إعادة هيكلة المصارف في لبنان. تلاتة الجاي إعلان عن خطوة إعادة هيكلة المصارف في لبنان، في إعادة لهيكلة المصارف، ومضطرين المصارف يمشوا فيها. هيدا الشيء ليه؟ إعادة هيكلتهم، إعادة هيكلتهم مع يعني وفق شروط، أي شروط؟ صندوق النقد الدولي. في عنا 4 بنود صندوق النقد الدولي ماشي طالبها، هذا البند الأساسي فيها لحتى يساعدنا. هلا بتقولي لي صندوق النقد الدولي رح يساعدنا خلاص فورا وهيك؟ لا، أنا بقول لك هذا صندوق النقد الدولي مثل ما بسميه رئيس الحكومة. أوكي. هي فيزا لإلنا إلى العالم الخارجي. طيب. أنت بيوصلك على مكان ما وعليك أن تثبتي نفسك بعدين، هيدي فيزا لحتى ما تعلني إفلاسك وما تعلني انهيارك المؤسساتي، لأنه بعد سنة ونص بيخلصوا مصرياتك الدولار، وبيبطل في قدرة حتى تدفعي رواتب، سنة سنة وشوي بيخلصوا. لأجلك أنت بحاجة لهالاتفاق. اللي أنا بعرفه أنه رغم كل الأزمات السياسية، حكومة تصريف الأعمال ماشي بهذا الإطار، رح تتمم مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي رح يكون في اتفاق. بيضل عندنا موضوع الترسيم جوزيفين. إيه، بس قبل ما تقلي عن موضوع الترسيم، لكن عم تقلي نحن على بعد أيام فقط من إعلان توحيد سعر الصرف الدولار على أساس السوق السوداء. يعني اليوم هو قد 33,000، ممكن ينزل 35، كان الصبح 35، يعني ممكن ينزل، ممكن يعني ممكن يعملوا ضغط لينزلوا شوي ويرجع يوحدوا السعر، بيرجعوا بيوحدوا أو ما في حدا بيقدر. بس عفوا، يعني يخطئ من يحدد اليوم أن سعر الدولار رح يكتر، رح يعلى أو رح ينخفض، لأنه هيدا لعبة أكبر من الكل. إيه، بس توحيده عم تحكي أنت بين سعر السوق السوداء وصيرفة. رح يبطل فيه سيرفة. يعني سيرفة هي سوق السوداء رح تصير. أوكي، بس مش يعني رفع إنه قيمة الدولار مثلا، يعني لأنه قيمة العملة اللبنانية أمام الدولار. نحن عم نحكي إنه بعدنا لهلأ في مشكل على إنه إذا الدولار بعده مثلا الدولار الجمركي بعده على 1500، صح؟ صحيح. طيب، عم تحكي توحيد سعر صرف الدولار بين شو بس بين انه صيرفة والسوداء، يعني بموضوع الدولة والرسوم تبع الدولة. هلا بعد ما في قرار بهذا التوجه، قبل ما يعملوا هيكلة كاملة اليوم وتاخذ خطوات إلى علاقة بالرواتب. نعم. ما فيك اليوم تفرضي، وما في قدرة. طب إذا اليوم بتعمليه على السوق السوداء ضرائب وغيره، كيف الناس بدها تقدر واللي عندها رواتبها بعدهم؟ ليه رواتب؟ رواتب متدني عم يعطوها واحد راتب مكافأة. نعم. انتاجية، هذه كلها ما بتغطي. وفي إعادة هيكلة المصارف خلال أيام سيارة نهار التلاتة. أنا قلت لك نهار التلاتة اللي جاي في هيكلة المصارف بتبلش إعادة هيكلة المصارف. كيف يوم الدنيا؟ هلا هذه خطوة اقتصادية بدها شرح، إيه؟ بدهم يعلنوا عنها وبدهم يمشوا فيها، لأنه هذا مطالب صندوق النقد الدولي. يعني المجتمع الدولي. مين هيعلن عنها؟ أصدق رئيس الحكومة يعني عبر مصرف لبنان. هذا عبر مصرف لبنان. نعم. حكومة وزارة المالية، هذه كلها اتفاق ما بيكون فرد لوحده ماشي بهذا الإطار. بيضل عندنا موضوع الترسيم. الترسيم كنت عم تقول إنه قطر يعني طامحة لدور، رح تلعب دور. إيه، رح تلعب دور. نعم. عبر المشاركة ودفع هي الرسوم 250 مليون دولار بعتقد رح تندفع، وبتاخد حصة لبنان بهذا الإطار. بتكون أي أول خطوة قطرية بموضوع الاستثمار بالغاز اللبناني. نحن اليوم أموس هوكشتاين اليوم جاي آخر الأسبوع، نحن اليوم هو بوينه بباريس. نعم.
يعني عم يحكي مع مين؟ مع توتال. اليوم بكرة بتل أبيب. نعم. بعد بكرة وين؟ بلبنان. توتال تل أبيب لبنان. شو المطروح اليوم؟ المطروح اليوم جوزيفين إنه توتال تبلش تنقيب بالحقل اللبناني قبل الترسيم. وهيدا إغراء للبنان إنه نحنا أنتوا عم طالبوا بالتنقيب مش بس الترسيم، خلينكم روحوا نقبوا، ما عندنا مشكلة. الهدف كل اليوم الضغط الأمريكي اللي عم يحصل والإسرائيلي لتأجيل الترسيم الحدودي إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. ليه؟ لأنه الإسرائيلي مضطر أمام ساحته الداخلية يتنازل أمام المطالب اللبنانية. يعني الإسرائيلي اليوم عنده وضع على حدود ما قادر يتجوزها، لا قادر يروح على مشكل مع اللبناني هو الخسران، وما قادر يعمل تسوية رح يدفع ثمنها لبيت بالداخل. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن اليوم ماشي بالحرب ضد نتنياهو للآخر. فكل الضغط الأمريكي اليوم اللي عم بيصير من أجل أنه ينجح لبيت برئاسة الحكومة الإسرائيلية بالمرحلة المقبلة، فعم بيحاولوا يأجلوا موضوع الترسيم الحدودي مع لبنان إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية كي لا تؤثر سلبا على الساحة الداخلية الإسرائيلية. نعم. لأنه هني رح يتنازلوا بالنسبة لإلهم عن مطالب لإلهم أو عن شروط لإلهم كانت موجودة أمام حقوقنا الطبيعية كلبنانية. نعم. عم بيحاولوا يقنعوا توتال انه تفضلي بلشي بخطوات عمليه تنفيذيه مع لبنان ونحن بنكون بلشنا، هيك بنريح شوي الوضع، اللبناني بخفف ضغطه علينا، وبالتالي بنقول الترسيم مثلا بعد اشهر بيكون اتضحت مسارات الساحه الاقليميه الدوليه الايرانيه الامريكان اذا مشوا بالموضوع الاتفاق ورجعوا جددوا، وبنفس الوقت بيكون خلصوا الاسرائيلي انتخاباتهم. نعم. وبالتالي نحن بنكون بيكون الاسرائيلي يرتاح بهذا الاطار. هيدا مطروح، هيدا ما قيل أن أموس هوكشتاين سيطرحه في لبنان بعد بكرة وسيطرحه غدا بتل أبيب، واليوم مفاوضاته مع شركة توتال قطعت شوط كبير. أنه تجي توتال هلأ قبل الانتخابات الإسرائيلية بلش تشتغل هون بلبنان. نعم. ونقل له بقوله للبنانية أنه روقوا لما بعد الانتخابات الإسرائيلية نعلن الاتفاق اللي صار منجز أصلا. صحيح. هيك. صحيح. يعني هذه كلها عوامل اليوم خلينا نقول تقطيع وقت. نحن بمرحلة فاصلة جدا. بتلاقي الإقليم كله سوا عم يرسم سياسيا جيوسياسيا اذا بدك تقولي من العراق بس ومشكله ولا سوريا. على لبنان نعم، لبنان اليوم مفاوضات ايرانيه امريكيه، دور حزب الله في لبنان، رئيس الجمهوريه، كله هذا سيعزز من التسويه السياسي. ومن اليوم يعتقد انه بالمواجهه وبالتحدي هذا البلد ما بيركب يا جوزيفين بالتحدي. هو عم نحكي مش نصائح، عوامل يعني محطات تاريخيه وواقع سياسي داخلي. اخر شيء بدك تعملي تسويه، خلينا نقول من يرفع السقف السياسي اليوم هو تحضيرا للتسويه مش اكثر. نعم. اخر شيء الشعب اللبناني يجب ان يعرف أنه التسوية ستحل في نهاية المطاف. قدر هيدا البلد هو التسوية، ما في حدا بيستاهل كرماله أن قاتله نعمل اشتباك داخلي بأي ساحة بالبلد، لأنه وضعنا الاقتصادي ما بيحمل، وضعنا المعيشي ما بيحمل، وضعنا الأمني ما بيحمل. ولولا اليوم هيدا الدور المهم للجيش والقوى الأمنية الجبار. نعم. دور الضباط والعسكر يلي هن هم بدنا نحكي كلمة حق. العسكر الجيش اللبناني يلي عنده أزمة بالرواتب، يلي ما عم بكفي رواتبه أحيانا لنقل، يلي ما بكفي لفاتورة سوبر ماركت وحدة أمام عائلته، قادر هيدا العسكر عم بيروح على الحواجز ويضبط الأمن وعم بيلاحق التوتر وعم يضرب بيد من. نعم. حديد. فالتحية لهون دايما لقلهم للجيش اللبناني بكل عناصر والضباط القيادي والقوى الأمنية يلي عم يعملوا جهد جبار بهذا الإطار. نحن واجبنا كلبنانيين اليوم نقتضي بهذه المؤسسة العسكرية بهذه المرحلة. نعم نعم. طيب وبناء على هذا الموضوع، لأنه في البعض يعول على الدور اللي عم تلعبه المؤسسة العسكرية لحتى يكون قائد الجيش هو رجل التسوية، أنا قلت لك أنه عوامل ضبط الأمن من هون لفترة وإذا صار في فراغ كلها بتساهم أنه ترفع من محظوظ قائد الجيش يلي بعده مطروح. أنا سبق قلت أنه التعديل الدستوري ما في فيتو عليه من حزب الله، ما بعتقد هلأ فريق سياسي داخلي قال أنا عندي فيتو على قائد الجيش. ما بعرف إذا التيار الوطني الحر بيقبل النائب جبران باسيل بالعماد جوزيف عون، هذا السؤال هون بيقبل، لأنه في شوية إشكالية خلينا نقول أنه يقدر النائب جبران باسيل يستسيغ وجود قائد الجيش برئاسة الجمهورية. ما معناته هون أنه قائد الجيش صار حكم أنا مرشح، وأنا سبق وقلت بطلات أنه التعديل الدستوري صعب مستند فيها إلى هذا البعد السياسي. بس بالتسوية السياسي كل شيء بيصير. خلينا نشوف المرحلة المقبلة. لهلأ بعده سليمان فرنجي متقدم على معدة مطروحية التسوية، ذكرت لك إمير رحمي، فريد البستاني، وديع الخازن، زياد بارود، البدك ياهن، أسماء عديدة، نعمة فريم مطروح، البدك ياهن مطروحين. بس ولكن سليم قدي
في اسماء هلا اذا مفوت باسماء كتير. اليوم لا بس انا سليم قد مش مطروح بشكل عذرا انا هون من باب خليني اقول من باب النقد الايجابي مش السلبي كل ما روني يعمل في السياسه اللبنانيه اليوم رئيس. يطرح نفسه عمليا وضمنيا اذا مش قدام حاله قدام زوجته او قدام رفقاته انه هو بحق له يكون رئيس جمهوريه ما في حدا يقول لا هيدا طموح يعني مش نقد سلبي هيدا طموح موجود الطموح عند الانسان جدا عظيم بيكون طيب بس هلا بدي اقول انه في خبر لنشوف مدى دقته يعني بس أنه مصادر في مركزية التيار الوطني الحر قرار فصل النائب زياد أسود صدر بانتظار توقيع رئيس التيار النائب جبران باسيل لنشوف قديش هذا الكلام صحيح نحن كان أنا قبل السابق زياد أسود كان ضيفنا من كم يوم وكان رفض التعليق على هذا الموضوع ولكن واضح أنه في مشكل كان بينه وبين الوزير باسيل مثل ما هو قال يعني لنشوف لنتابع بالساعات المقبلة شكرا لك شكرا لك جوزيفين عباس ظاهر على وجودك معنا اليوم بهذه الحلقة مدير مركز الاستشراف للمعلومات أهلا وسهلا فيك شكرا مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء